تجلى وبروح حلى ونور أطلى، فماذا نريد؟ نريد التهاني وطيب الأماني وعذب الأغاني بعيد سعيد. ودانا ودندا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد. بعد 3 ساعات لف يعني بحاول ان انا الاقي حاجة، الصراحة ممكن تكون دي اكتر حاجة كانت قريبة لقلبي، فحابة ان انا اجربها الصراحة. اتمنى بقى ان هي تبقى حلوة الصراحة، هي كيوت قوي يعني، هي كيوت كيوت كيوت، خدي قلبي يا رب تبقى حلوة. كوتة قوي يعني الصراحة، وخطيرة خطيرة وخفيفة قوي، حبيتها. غرور تجلى وبروح حلى ونور أطلى، فماذا نريد؟ نريد التهاني وطيب الأماني وعذب الأغاني بعيد سعيد. ودانا ودندا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد. ودانا ودندانا يا سعدنا الآن، الفرح يلقانا على شكل عيد، على شكل عيد. وعاما فعاما نحن غراما ونحلو إذا مات من جديد. ولو كان يوما سنحياه دوما، هو العيد لما يحل يجود. يا جماعة النهاردة بقى الوقفة، وبجد أنا مش متخيلة أن أنا خلصت، بجد وبجد خلصت كل حاجة الحمد لله وشكر لله. الساعة 4:15 العصر، مفروض بقى أن أنا دلوقتي أدخل بقى أخد شاور والبس البيجامة واظبط بقى الدنيا وكده. والصراحة يا جماعة مش عارفة اعمل ايه ولا ايه ولا ايه، في حاجات كتير قوي يعني، مش عارفة اعمل سكين كير ولا سكين هير ولا اظبط ايه، وضوافري باظت وايديا من كتر المنظفات بدأت تنشف جامد قوي، فمحتاجة ان انا ارطبها. فانا دلوقتي بقى هدخل اخد شاور وبعد كده البس البيجامة، وعجباني قوي قوي الضوافر دي اللي اختي اشتريتها لي، عايزة احطها برضو، مع انه هفضل احطها واشيلها بقى عشان كل شوية لما اجي اصلي وكده. وعايزة بقى اجرب ده، ريحته خطيرة يا جماعة بجد يعني، لو شفتوه في اي مكان لازم تشتروه بجد خطير. وده بقى الكونديشنر بحبه قوي 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 قوي، وريحته تهبل. نعم، نيجي بقى لفقرة غسيل السنان. يا جماعة بجد المعجون ده على قد ما هو حلو على قد سعره الصراحة يعني. انا اصلا كنت بستخدم كريست، بس هو لما خلص عندي رحت عشان اشتريه لقيته غلي قوي، فجبت ده قلت اجربه. بس الصراحة يا جماعة بجد والله العظيم لو شفتوه في اي مكان لازم تجربوه، خطير خطير ويستاهل كل جنيه بيتدفع فيه، يستاهل. ان شاء الله اول لما خلص سيجنال هرجع اشتري تاني، مش مهم يعني، ومع انه كان سعره غالي قوي ولما يجي اشتريه هيكون غالي اكتر اكيد يعني، بس لا سعره حلو الصراحة مقارنة باللي بيعمله. ممكن انا عشان اتعودت على النتيجة بتاعته فانا مستقلية بالنتيجة دي، بس الصراحة النتيجة دي حلوة مقارنة بفلوسه برضو. وبس كده يا جماعة، التوكة دي برضو اختي اللي شاريها لي، اختي توبة. والبيجامة دي الصراحة اختي الكبيرة اللي كانت شاريها لي، اسراء. بس تمام، يلا بينا، وبعد ما نخلص نشوف هنعمل ايه تاني. عاوزاكم بس يا جماعة تشوفوا انا ايديا باظت ازاي. بصوا في تعويرة هنا وتعويرة هنا، والضوافر بقى باظت خالص، الضفر ده اتقطم والضفر ده كان في طريقه انه هيتقطم، وضوافري بقى مش نظيفة خالص خالص خالص. فنظبط بقى الدنيا. يا جماعة انا اولا حابة اقول لكم حاجة، انا شخص بخوري جدا، شخص بيحب البخور بطريقة مش طبيعية، وبالذات بقى روايح المسك بقى والعود فظيعة فظيعة فظيعة. فشغلت البخور ده لحد لما اخد شاور يكون بقى ايه، عمل لي جو كده في الاوضه. البخور ده بقى سايباه ليوم العيد الصبح باذن الله، هو اسمه جذور المسك،
جزر المسك او جزر العود مش فاكرة، بس الصراحة حلوة قوي، ريحته تحفة تحفة تحفة. اخيرا الحمد لله خلصت شاور، عملت سكين كير وسكين هير وظبطت الدنيا، يعني بجد احساس حلو جدا جدا. عاوزة بقى دلوقتي ان انا اعمل مسكات، فهعمل المسكات دي. عاوزة اجربها الصراحة لأول مرة. اما بقى الغسولين دول من جونسون انا بحبهم قوي قوي قوي، بس صراحة انا بفضل ده قوي، ارتحت فيه جدا جدا. وهستخدم بقى المرطب ده يا جماعة، بجد ما تتخيلوش الترطيب بتاعه خطير، لازم تجربوه لازم تجربوه بجد، حلوة قوي قوي قوي. والنتيجة بتاعته حلوة مقارنة بسعره، هو ما كانش غالي اصلا، ودي كانت تقريبا العلبة الكبيرة يعني. هعمل بقى مكياج. بصوا انا بحب قوي الدرجة دي من الروج، بحب احطها على شفايفي واحط من جوه الشفايف الدرجة دي، وده المرطب، مرطب الشفايف حلو قوي قوي وبيدي الدرجة خطيرة، اصلا ممكن ما تحتاجوش لروج. والمسكرة والاي برو والقلم ده بقى يا جماعة، بصوا بحب احطه من جوه العين، الدرجة بتاعته خطيرة خطيرة بجد. هي موف نفس درجة الكتابة كده، بس تكون فيها لمعة، هو من ام ان، حلوة قوي قوي، بيخليكي كده عارفين اللي هو ايه، بحس ان انا ملقلقة قوي وانا حطاه، بحطه جوه العين او على اطراف الجفن، بيكون خطير خطير بجد. وبس كده قلت اسيب شعري اخر حاجة الصراحة. الحمد لله فطرت كده وروقت على حالي وشربت الايس كوفي بتاعي، وقلت بقى ان انا ايه ابدا ان انا اعمل شعري وكده. بفكر اعمله ويفي، مش عارفه بس وحشني قوي شكله هو ويفي، عشان كده قلت اطلع المكوى وابدا ان انا اعمله. فمش عارفه لسه هعمله ايه. انا مش بحط اي حاجه على شعري وانا بكوي شعري، بعديها بس بحط سيروم كده، فهخلص بقى شعري وبعد كده ارجع اقول لكم. حاليا الساعة 1 الظهر، انا مصحتش لوحدي، اختي كبيرة لسه صحتني.
بس بقى نقوم نحضر الفطار. احنا معروف عندنا الفطار اول يوم عيد بيكون قرص وجبنة وشاي بلبن، مع ان انا ماليش نفس اكل، بس بيكون لازم ناكل. مش بمزاجك، لازم تاكل. هتاكل يعني هتاكل، وبطنك هتوجعك. الدفاع اتفضل. سيادة الأمر، حيث أن موكلي لم يقل على دراية بما حدث. احنا بتقفل سكريبت يعني. لا طبعا. أنت مريتي بأزمات كتيرة. زين 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 زين. Namçın omlu... Çıkımın ardından mı çıkın?
오늘 날씨 진짜 좋아요. 미쳤어. 이거 완전 그린라이트지, 맞지?